المعرض هذا هو المعرض الفردي الثاني لإلي، حاولت فيه اطلع شوي عن الشيء اللي انا بشتغله بالعاده، هو الحفر، تقانات الحفر، هالقصص هي، اطلع عن الابيض والاسود لأنه هو منطقه الراحه بالنسبه لإلي. حاولت انه انا افوت بالالوان شوي هالمره، اكون جريئه شوي بالالوان. بلشت فكره الكولاج من صوره مشقوقه لقيتها بالبيت، صرت اعمل منها تكوينات، بعدين صار عندي الكرتون المشقوق والورد المجفف، حاولت انه من هدول القصص بالاضافه لانه انا مستخدمه فيه كتقانات ديجيتال، هو ديجيتال كولاج، حاولت ادخل كل شيء على الديجيتال واعمل منه هالتكوينات هي، وطلعت هالقصص هي اللي هي مشتركه باللون العسلي اللي هو لون الكرتون، وفيه بعض الالوان اللي هي فيه الاحمر، يعني في اغلب في كذا حدا فيه احمر، وفي اللون الاصفر، فهي الالوان اللي انا حاولت انه تكون مع بعض عامله تشكيل مميز. تكوين هو تجريدي تعبيري، هو نفسه اسلوبي بس انا بتقانه جديده او بشيء جديد انا ما بالعاده بشتغل فيه. فكره بحد ذاتها جديده، يعني فكره الكولاج، ديجيتال كولاج، شغله جديده، يعني ما حدا تطرق لها، كان كل هالامور ممكن حدا يساويها بشكل يعني يدوي، يعني ممكن يجمع خامات، ورق، كذا. هي لما قاعده على التشوب عم بتجيب خامات معينه، احيانا بتصورها، احيانا بتجيبها من الانترنت وبتعمل تكوين معين، يعني هو هالتكوين هذا هو رؤيتها للعمل، بيعطيكي هيك تحسي انت بقى كل انسان بيقراه حسب ما هو بيشوفه. فانا برايي يعني لسه فكره كثير جديده، ما حدا اشتغل لسه ديجيتال كولاج يعمل معرض فيها. يعني حقيقه معرض جميل ضم اعمال كثير مهضومه وصغيره منمنمه. في حيره يعني بالنسبه لنا كمشاهدين انه بالخامه وتنوع الخامه واللون، بس بالنهايه بيجمعنا انه العمل جدا جميل بصريا، فحسيت انه شاغله على المبدا الجمالي اكثر من المبدا الفكري.